تفقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أيمن عاشور مقر الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية. تضمنت جولة الوزير تفقد مكتبة السفيرة فايزة أبو النجا المركزية والمدرجات والقاعات الدراسية ومعمل الجرافين، والذي يعد من المعامل الفريدة من نوعها في الشرق الأوسط. اللي شفناه النهاردة الحقيقة هو طفرة في البحث العلمي. احنا نعلم ان الجامعة المصرية اليابانية اساسها هو البحث العلمي، وده الحقيقة بالتعاون الوثيق بين الحكومة المصرية واليابانية. نوعية المعامل اللي شفناها، نوعية المنتجات اللي نقدر نقول عليها بتحول الابتكار الى منتج اقتصادي للتصدير أو لتوطين الصناعات، احنا شفناها النهاردة في العديد من المعامل في إدارة مشتركة بين الجامعات المصرية واليابانية.